ورشة أساسيات التداول في أسواق الأسهم ورشة خاصة للمبتدئين المقبلين على الاستثمار في أسواق المال، وبالتحديد الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة. يعني إذا ما تعرفون شيء عن عالم الاستثمار في أسهم الشركات أو شلون تشترون أسهم، هالورشة هذه لكم. بنتعرف من خلال هالورشة على المصطلحات الأكثر شيوعاً، مثل شنو يعني سهم، وشنو معنى سوق أسهم وبورصة، وشنو معنى مؤشرات الأسواق. مؤشرات الأسواق هذه وايد نسمعها بنشرات الأخبار، إن مؤشرات الأسواق صعدت ولا نزلت، فبنتكلم عنها بالدورة هذه. وهم بنتكلم عن أطراف الرقابة والتخليص في أسواق الأسهم المدرجة، مثل هيئة أسواق المال والمقاصة وأهميتهم. وبالنهاية هم بنشوف وين نقدر نلقى أهم البيانات المالية للشركات اللي مفكرين نشتري أسهمها ونستثمر فيها. فبعد ما نخلص الورشة هذه راح تكون عندكم ثقة أكبر في الاستثمار والتعامل مع الأسواق المحلية والعالمية من خلال بيع وشراء الأسهم. فراح نوصل للهدف هذا من خلال طريقة اختيار وسيط التداول، التدقيق في كيفية تحرك أسعار الأسهم، تقديم الطلبات عبر منصات التداول بهدف بيع وشراء الأسهم، وبالنهاية آخر شيء راح نشوفه هي طريقة متابعة نتائج الصفقات اللي سويناها من خلال المنصات هذه.